دكتور ثروت، احنا كنا بنستكمل يا دكتور كلامنا، وحضرتك اشارت لفكره ان كان في توجيهات اولا بتوفير العمله الصعبه لهذا القطاع. وده حاجه حميده ويشكر كل من بيساهم فيها حدوث اي مشاكل او نقص في الادويه وموادها الخام والمستحضرات الطبيه. طيب ايه تاني يا دكتور يعتبر توجيه كان مهم النهارده او ممكن يحدث فارق؟ الفرق ان اللجنه بقيمتها والاجتماع بالمستوى العالي ده قرر ان امين عام مجلس الوزراء هو هيبقى مسؤول عن متابعه الموضوع ده لحد حدوث ازمه. وجود وكيل البنك المركزي ده معناه ان توفير العمله الصعبه لعمليه الاستيراد للمواد دي بحيث ما يحصلش مشكله. طبعا. هل كل سوق الدواء مشكلته في توفير العمله ولا في حاجات ثانيه؟ فهذه القيمة وهذه القامات بأعلى مستوى من الدولة بوجود معالي الوزير السابق الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية. كنا نتمنى يكون في حاجات تانية تعرف ويتخذ فيها قرارات. على سبيل المثال للحصر يعني الحاجات اللي جت في بالي دلوقتي، أتمنى إن نقابة الصيدلة ترجع. بمعنى إيه نقابة الصيدلة ترجع؟ نقابة الصيدلة تحت الحراسة. بعد هذه القيمة كان المفروض حد يمثل الصيادلة اللي هم العمود الفقري لصناعة الدواء. حد يمثل الصيادلة. ينقل مطالبنا، مش مطالبنا الفئوية على فكرة، ينقل مطالبنا اللي تساعد الدواء. يعني وجود نقابة هنعمل مقترحات زي البحث العلمي، عايزين بحث علمي. عايزين دور فاعل للصيدليات الأهلية. واخد بال سعادتك؟ عايزين حل سريع لمشاكل الدواء. عايزين طريقه واضحه وصريحه للتسعير الجبري للدواء، عدم وجود رص مسعره جبريا وموجوده في الرف على الصيدليات بثلاث اسعار. يعني غياب النقابه مثل ايضا غياب لمطالبها، وان هي ما بقتش واصله للجهات الرسميه او للحكومه المصريه، فبالتالي تأثرت يعني الأوضاع عندنا في مصر بخصوص سوق الدواء وخلافه؟ والله أشكرك يا أستاذة ياسين، أنت عملت يعني ريفريز بجملة بسيطة تقريبا لمعظم اللي أنا عايز أقوله. إن النقابة جانب مهم داعم للدولة، أنا اللي بقول مقترحات من الواقع. يعني الدولة تستفيد من الصيدليات مثلا في المشروع المهم جدا اللي هو التأمين الصحي الشاب. ايوه الصيدليات مش داخله فيه. عايز الصيدليات لما تيجي تقول مقترح احنا عندنا ادويه كتير هي المكملات الغذائيه، الموضوع ده لازم يعني يبقى تحت نظر الدوله عن عدد كبير جدا من المكملات الغذائيه عامله حمل على الدوله وعلى استيراد المواد الخام، وهي ادويه متكرره. ايه لازمه ان الدواء الواحد حضرتك يبقى ليه 20 30 مثيل؟ ثلاثه اربعه. الدولة مش حاطة البحث الدوائي، أنت تخيلي حضرتك لو ربنا كرمنا بكليات الصيدلة عندنا فوق ال 45 كلية، نطلع دواء واحد جديد أو دوايين، تخيلي دول يقدم ميزانية دول.